كمان كان في كلمة مهمة في الجلسة الأولى للأستاذ عبد الهادي القصبي مقرر لجنة العدالة الاجتماعية، وفيها الموضوعات المطروحة اللي تتمثل بقى في برامج الحماية الاجتماعية في الوقت الراهن والتطورات الجديدة وسياسات العمل المتعلقة كمان بالسياسات الضريبية، سياسات الإسكان الاجتماعي، تطوير العشوائيات، الدعم، كمان كل دي موضوعات بيتم مناقشتها وطرحها. خلونا نشوف برضو هذه الكلمة. الموضوعات المطروحة للنقاش في هذه الجلسة: برامج الحماية الاجتماعية، الوضع الراهن والتطورات الجديدة، سياسات العمل، الأجور والمعاشات، السياسات الضريبية، سياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات. ثانياً، سنلتزم التزاماً كاملاً بمدونة السلوك والأخلاقيات الحاكمة للحوار الوطني. سنلتزم التزاماً كاملاً بلائحة الإجراءات الخاصة بجلسات اللجان الفرعية للحوار الوطني. ثالثاً، نحن هنا من أجل العدالة الاجتماعية لا تمييز. الوقت المخصص لكل متحدث 4 دقائق. جميع السادة المتحدثون لهم كامل الاحترام والتقدير. سنستمع إلى الرأي والرأي الآخر وللمتحدث التعبير عن رأيه مع الحفاظ على المؤسسات الدستورية بالدولة واحترامها. رابعاً، نجاح الحوار الوطني مسؤوليتنا جميعاً. ثقافة الحوار الوطني وقواعده وأصول أحد أهم مكتسبات الحوار الوطني، فعلينا أن نستثمرها الاستثمار الصحيح وأن نحافظ عليها بل وأن ننميها. خامساً، السنة الكونية أن هناك اختلاف وتنوع، نحترم ذلك تماماً. فرأيي صحيح يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. سادساً، الأمانة الوطنية. الأمانة الوطنية تحتم علينا محاولة الوصول إلى مساحات مشتركة نستطيع أن نقدم من خلالها الخير لمصر وللمصريين.